حبايب قلبي، صباح الفل. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الفيديو قبل كده ان الراجل ما هو كله على بعضه كده الا إدارة ذهنية وحدود. راجل يعني ظابط حاله لما يكون فاهم بعض القواعد كده، اللي هو من الاخر قواعد ربنا، بس هي بتظهر عنده في الشخصية. يعني اي راجل بيحاول يحافظ على حدود الله، تحس ان الراجل ده له رونق كده، راجل كده له هيبة، راجل له مكانة. حدود الله في ايه بقى؟ في كل شيء. يعني ما يخليش حد يتعدى حدوده بالنقد. عنده إدارة ذهنية كويسة لأفكاره، عنده إدارة كويسة لشهواته، عنده إدارة كويسة للوقت. بيصلي، فبالتالي الصلاة عامل تنظيم داخلي للساعة الداخلية. بيصوم، فبالتالي مش مكرش ولا جسمه زايد. ملتزم مثلا بغض البصر، فبالتالي عامل يعمل إدارة للحواس، تمام، عامل إدارة في معظم حياته، فبالتالي عنده قوة أو عنده طاقة مختزنة من المال أو من الطاقة الجسدية أو من الطاقة النفسية اللي يقدر يديك منها. بمعنى دلوقتي حد من الناس هتشوفيه كده هتلاقيه متدمر في حياته، بمعنى كل حياته مثلا المالية مفلس، لا يملك جنيه. حياته في العلاقات ضيعة، حياته مثلا الاجتماعية ضيعة. اعرفي ان عنده مشكلة في الحدود بتاع ربنا. يعني ازاي؟ لإما عنده مشكلة في إدارة الوقت أو إدارة الشهوات، أو في مشكلة في الحدود، أو في مشكلة في إدارة العقل. في مشكلة، قسما بربي، أي حد إذا كان ست أو راجل عنده حاجة كويسة في حياته، أعرف إن هو بيعملها حتى لو مش مسلم. عنده نوع من أنواع الأخلاق أو الحدود أو الحفاظ على شيء ما. ما بيهلكش مثلا قيمة الإنسان في نفسه، مثلا عنده كرامة. أقول لكم الحاجة، حتى الأجانب بتلاقيهم هم مش ملتزمين بديننا، بس بينفذوا الدين على الواقع، لكن هم مش مسلمين زينا. بتلاقي حياتهم فيها تحسن. هي الفكرة في كده، إن الراجل اللي ما عندوش الإدارة دي حياته خربانة وطاقته مش مظبوطة. حلو. وليكن مثلا ما عندوش إدارة للشهوات أو إدارة، بس الأول إدارة المفترض الراجل يظبطها من يمة الشهوة، إدارة الحواس وإدارة الأفكار. ده هيأثر على حياته المالية. بس حد فتح عينه من الآخر ما بيغضش البصر، يعني هنا هو بيكسر حدود الله. هل حد هياخد باله إنه هو بعينه كسر حدود الله في اللي ماشية 1 2 3 4؟ لا. فالنظرة دي هياخدها، هتخش في عقله، هتعمل مين؟ هتدخل نوع من أنواع الرغبة، هتفرز نوع من أنواع المواد، تمام؟ هيأثر كل ده في حياته، هيبقى مشتت، واستحالة هينجز حتى في حياته المالية ولا حياته الاجتماعية. بمعنى كان حد سألني، أكتر من حد، قال لي يعني إيه قوة الاختراق؟ الراجل زي السهم، والست يعني الحيوان المنوي عامل كده زي السهم، والبويضة مدورة، تمام. البويضة لها خاصيات محددة، والحيوان المنوي له خاصية برضك محددة. هل عمرك شفت حيوان منوي عامل كده برؤوس كتير، ولا هو رأس واحد كده زي السهم منطلق، اللي هو هدينا الصراط المستقيم، اللي هو محدد هدفه، اللي هو عارف امتى في انهي هدف. اسمع النقطة دي، لامم قوته في ايه بقى؟ في كل شيء، وبيعرف يخش في المشاكل فيخترقها. المشاكل المالية، حط واحدة في دماغه فهيقعد يشتغل ويكافح ويعمل لغاية ما يروح يتجوزها، محدد هدفه.
فيعرف الست دي يخترقها اجتماعيا، فيروح يقدر يبقى عنده القوة ان يكلم اهلها وعمامها ودنيتها، فبالتالي اختراق اهو، قادر يخش، قادر يخش ويكلم ويخترق الناس دي. قوة الاختراق ايه؟ قوة النفاذ من الصعب، قوة اختراق الشيء، قوة النفاذ من الشيء الصعب. فيخترقها الاول مين؟ لان الست وكأنها حواليها حواجز كتير عشان يقدر يصل لها. الحواجز الاجتماعية اللي هي مثلا العم والخال والاب وما اعرفش ايه، الحواجز المالية نفس الفكرة، انا محتاج ان الست دي مثلا اجيب لها حاجة، اجيب لها شبكة، مش عارفة ايه الكلام ده، دي حواجز تانية. الحواجز النفسية لما اجي اتكلم معاها فاقدر اعبر لها عن حبي، واقدر ادخل نوع من انواع الامان والاستقرار، يعني من الاخر اخليها تثق فيا. المعاني النفسيه اللي عندي اقدر ادخلها جوه نفسها، ده نوع من انواع الاختراق التاني. الاختراق الجسدي طبعا ايه، في نقطه الالتقاء ما بينهم وبين بعض، كل دي قوه الراجل لازم يكون مسلح بيه. الراجل ده لو ما عندهوش حفظ لحدود الله فقط من عينه، هيبقى مشتت في الحياه. بمعنى كل واحدة ماشية وكل هدف ماشي هو بيجري وراه، يتجوز كتير أو يمشي كتير، يرمرم، يعمل علاقات، بتلاقي كل ده مأثر على قواه في العموم، قواه الذهنية في إدارة الأفكار تمام، وقواه الجسدية. وطبعا اللي بيركز في الحاجات دي مش هيركز في إدارة مين، وقته ولا عمره ولا ماله، فتلاقي المال متأثر. يبقى هنا المال دليل على جزء معين، طبعا الإدارة النفسية، أيوة طبعا. عشان كده بنات عايزاكم تتعلموا إزاي نختار الراجل المناسب، لأن الراجل اللي بتعدى حدود الله حتى ذهنيا أو في الفكر هياخدك يدمرك لأنه مشتت. أنا ماشية مع واحد ولاقيه عمال يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، يعني أنت ليه بتكملي معاه أصلا؟ اتخطبت الواحد ولقيتيه بيشتمك بأهلك، أو بيتعدى لفظيا، التعدي اللفظي أو التعدي الجسدي أو العجز المالي أو العجز في إدارة الأفكار. ليه ترضوا بالناس دي؟ ليه نرضى بيهم؟ لأن إحنا ما فيش قواعد أقدر يعني أحطها فبالتالي أختار بيها. طبعا إحنا ديننا قايل القواعد، من ترضون إيه؟ دينه وخلقه. الدين بقى طبعا دي حاجات كتير، بتشوفيه بيصلي ما بيصليش، بيتوضى ولا ما بيتوضاش، اصلا بني ادم محافظ على حدود ربنا وهو معاكي قادر يحافظ عليكي. فاكره ما قلتلك لما يكون معاكي لازم يقدر يحافظ عليكي من نفسه، مش انا بقى مخطوبه له ويبدا. عشان تاني احنا قلنا ان الست تابعه ذهنيا للراجل، فبصي افهمي النقطه دي كويس قوي، انت تابعه في الافكار له، فهو لو ادارته في الافكار مش مظبوطه هيضيعك. هو حتى في اداره المشاعر انت تابعه له، انت متخيله؟ فبالتالي هو ما عندوش اداره لمشاعره، هتلاقي نفسك عماله تعملي كده حرفيا، هتتعبي، هتتدمري. افهموا يا بنات ان احنا مشاعرنا بتتبهدل نتيجه لخبطه الراجل. طب رغبات الراجل بتيجي من ايه؟ ما بيحافظش على حدود الله، قسما بالله بيبقوا رايحين جايين على الجوامع ما فيه فرد، وبرضك عنده مشكلة في حدود الله. فخلي بالكم يا جماعة، احنا كستات المفترض ان الراجل بيتولى امرنا، لان هو هيتولى ادارة مشاعرك، ادارة هرموناتك. حضرتك انت بتبقي تابعة له. الادارة المالية هو هيحدد لك حياتك كلها هتمشي ازاي. فمن الاخر انا هولي امر الواحد عمى، هولي امر الواحد خايب. ما تتعلموا يا جماعة، نتعلم نختار ونفكر ونبص للناس دي، عشان ومش دينه بس، الدين والخلق. اي حد يعني في بنات بتكلمني اصل هو شتمني بامي وقال لي كده معلش، وبعدين هو كده من الناس اللي بتتعدى، هو خلاص كل الكلام اللي في الحياة وقف، فيبدأ يشتمك بأمك عشان بس قلت لي كلمة أو في حاجة، أو أنت ما غلطتيش طبعا. فهو هنا من اعرفي ان لو شتمك شتمة دلوقتي ويهان والدتك،
ومعرفش هو ده الخلق بقى. انا قدرت الست اللي حملت وخلفت ورضعت وكبرت وصرفت وادت لك ويعني وجهزتها لك وجبتها لك لغايه عندك، فبالاخر انت بتشتمها وبتهنها. هل هو لو شتمك مره هيكمل بعد؟ اكيد هيكمل بعد كده شتيمه. هل انت قدرتي تستحملي 10 و20 و30 سنه اهلك بتتهان قدامك؟ هو خلاص كده راجل بيتعدى بالالفاظ. نفس الفكره، هتلاقي حد مثلا راجل بيكلمك وتلاقيه هجم مره واحده مش عارفه ايه، او ينتقد او يكسر فيكي او طول الوقت. يا بنات احنا اتعاملي مع نفسك كملكه، قدري نفسك. حتى وانت كده داخله توضبي مثلا اكل ليكي، حطي الاكل في طبق. اتعاملي مع نفسك كملكه، قدري نفسك. حتى لو هتكملي بقيه حياتك كلها من غير جواز، ارحم لك والله العظيم، والله ارحم لك من انك تتجوزي بني ادم فاقد للاداره الذهنيه، فبالتالي هيخلي مشاعرك طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله، وكل ما تطلعي وتنزلي انت هتتدمري في مشاعرك، خلي بالك. فبالتالي ما عندوش اداره في الذهن، فخرب لي حياتي والعيالين اللي انا هجيبهم دمرهم لي. ففهموا يا بنات، افهموا ان احنا اللي مندمر نفسنا، لان احنا مش فاهمين ازاي نمشي صح. تاني حاجة، انت عليك الادارة، مش احنا قلنا هو عليه الادارة الخارجية، انا اصلا في الاول اختار صح، الادارة الداخلية. ما تخليش حد يضحك عليك، انت ست بمئة راجل، فتشيلي كل شيء وتسيبيه. طبعا هو قاعد عايش في حياته وانت شايلة كل شيء، اللي تقدري تعمليه واللي ما تقدريش تعمليه. وبالتالي انت وقت ما هيخليك من الاول كده، وانت مخطوبة له، وخلاكي انت اللي تشيلي هم كل شيء وتعملي إدارة لكل شيء وهو مش موجود، صدقيني والله العظيم هتعيشي متدمرة، لأنه هيخليكي في طاقة الست القوامة. هو بيبقى راجل عنده مش مشاكل، فبالتالي أنت لما هتتجوزي هتتعبي، والله هتتعبي. وتعلموا الستات المتجوزة، أي حد يضحك عليكي ده ست شطرة، ده ست بمئة راجل. عشان تروحي تخدمي امك وامه وتخلصي شقتك تمام، وتعملي كل وتودي العيال التدريب ماشي، وتودي العيال الدروس وتقعدي تذاكري لهم وتشيلي ما لا تطيقي، وفي الاخر تلاقي صحتك انت مش قادره تقعدي مع نفسك خمس دقائق، مش قادره تخشي تصلي وانت مرتاحه، بتجري عماله تجري 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 تجري، تخدمي في كل اللي حواليكي وناسيه نفسك، وفي الاخر بتلاقي صحتكم ضاعت ومش قادرين تعملوا شيء. يا بنات الكلمة اللي بيقولوها لنا انت ست بمئة راجل، فبالتالي بيخلونا نعمل حاجات فوق طاقتنا. لا انا مش ست بمئة راجل، لا انا ست بس، انا ست بس، ست الستات، انا قاعدة في مكاني. اعملي الشيء، الادارة بقى الداخلية، ادارة الذهنية لبيتك تمام، في كل شيء. ديري بيتك ولكن داخليا، من بره انا ماليش دعوة، شغلانتك مش بتاعتي مش بتاعتي، انت الاداره اللي جوه. اظبط تلاجتي بقى، هشوف التنظيف، العيال، الحاجات اللي اقدر اعملها، غير كده انا اسفه مش هقدر اعملها، انا اسفه مش هقدر اعملها. قادره تروحي لان في ناس بتحكم على الست تروح على طول عند حماتها تنظيف، قادره تعملي وربنا يعينك قادره، مفيش خلاص انا ده مش هقدر اعمله. ما تشيليش مهام، يعني انت شايله مهامه في البيت كراجل بداله ماشي، وشايله عند والدته خدامه تمام، وكمان بتروحي تعملي عند والدتك وتخلصي شقتك، وغير كده مدرسه للاولاد تمام، غير ممكن تكوني بتشتغلي في مرمطه. الستات يا جماعه في بلادنا متمرمطه، ناسيه نفسها وناسيه صحتها وناسيه انوثتها وناسيه كل شيء عشان تعوض نقص كل واحد حواليها، وبالتالي يدوها مكافأة نفسية. انت ست بمئة راجل، انا مش ست بمئة راجل، انا ست في مكاني ودوري، ومش هعمل غير اللي ربنا قال لي عليه. تعملي اللي ربنا قال لك عليه بما يرضي الله واحسن ما يكون، وتتقني في دورك تمام، في ادارتك انت، ادارتك انت اولا، وادارة صحتك، وادارة مالك، الحدود المالية، وإدارتك النفسية، وإدارة بيتك، وإدارتك الذهنية، وإدارتك في صلاتك ودنيتك، كل الكلام ده. عيالي دنيتي هي دي مساحتي، مساحتي
انا مش هشيل خيابه حد، ولا هشيل مسؤوليات حد، ولا هبقى خدامه عند حد، فبالتالي الاقي صحتي بتقع ودنيتي بتقع عشان يدوني حته شوكولاته ولا حته فراوله. انت 6 متر، انا مش عايزه النقطه دي. ما تخلوش حد يضحك عليكم بكلمه وبالتالي يرمي عليكم خيابه راجل، ولا يشغلكم خدامه عند فلانه ولا علانه. مفيش مشكله ساعد، بس ما يبقاش فرض، ما يبقاش كل يوم، ما يبقاش غصب عني، ما يبقاش وانا تعبانه وبدوس على نفسي عشان اعمل ده. اتعلموا تقولوا لا وبهدوء، وتعلموا تدي وقت لنفسك. ادي وقت لنفسي، انا كده وانا قاعده هدي وقت لصلاتي وانا قاعده مرتاحه، هصلي وانا مرتاحه، هاكل وانا مرتاحه، هاخد الدش بتاعي كده وانا قاعده في البانيو وانا مرتاحه، هخرج اتمشى شويه. ادي وقت لنفسي. اتعلموا تتعاملوا مع نفسكم انا كملكه. اللي حواليا لو ما قدرونيش، لا انا هقدر نفسي، انا هتعامل مع نفسي كملكه. مش هقبل الكلمه دي، مش هقبل اقل من كده، ولكن بدون نرفزه. انا عايزه كل واحده فيكم هاديه مستقره قاعده كده في نقطه الثبات، ايه اللي منفعلي كده ماشي، تقدر نفسها، تتعامل مع نفسها كويس. انا لا اسمح ده، بس من غير مشاكل، من غير ما تعلي صوتك، بهدوء. عايزاكي في نقطه الهدوء والراحه، نقطه السكينه، نقطه ان انا بتعامل مع نفسي كقيمه، كقيمه بناء على ايه تاني؟ لا شهاده ولا شكل ولا لبس ولا اي شيء. انا من خلق الله، انا استحق التقدير والمعامله باحترام والمعامله بما يرضي الله، هو ده. ومش هقبل بغير ده، من غير مشاكل خالص، عايز حد يعمل مشاكل. انا ملكه قاعده في مكاني، هعمل ده اللي ربنا امرني بيه. بس تعلمي زي ما احنا قلنا، الراجل له اداره خارجيه، انت لازم ليكي تظبطي ادارتك الداخليه في ذهنك، نفسيتك، جسدك، مالك، اولادك، وقتك، صلاتك، واهم حاجه وقت استمتاعك ووقت راحتك. فاهميني حبايبي؟ تعالوا كلوا معايا بقى. ايه، تاخدوا حته مانجا؟ تعالوا اديكم معلقه مانجا. صباح الفل حبايبي، عايزاكم تستمتعوا بكل لحظه، كل لحظه. صباح الفل.